الإعاقة عندما تصيب إنساناً تمنعه من الرفاهية والاستمتاع بكثير من جماليات الحياة، خاصة عندما تكون إعاقة البصر. سعد عبد المنعم سعد عبد الله، مصري، 24 سنة، شخص مغامر، بحب الرياضة عموماً، بنزل أجري، بحب السباحة وبحب الغطس. الغطس والرياضة وغيرهما، حاول سعد اتخاذهما بابا مفتوحا لحب الحياة. وانا متعتي في الغطس ان انا يعني بحس بالطيران، والميزة في الغطس ان انت بتبقى نازل مع تيم، قال ان انا اسافر واعيش وما يبقاش في اي مشكلة لان ما فيش فرق اصلا يعني. تتغير الحياة عندما تعرف ان الاستطاعة في فعل الاشياء قد تمنحك الفرصة في الخروج من الغرف المظلمة. كنت في مدرسة داخلي وتحس ان انت يومك روتيني ما فيهوش اي جديد، تصحى من النوم، تنزل مدرسه، تتغدى، تلعب العاب رياضيه، تعمل واجباتك، تروح، تنام، ما فيش جديد. طبعا بتقدم في اي شغل، فبعد ما بتقدم وبتعمل انترفيو بيقولك مثلا ان انت سبيشال نيد فما بتقبلش في الشغل. طموحي ان انا ابقى دكتور جامعه، ان شاء الله احضر بي اتش دي ودكتوراه. بحلم ان انا ابقى دايف ماستر ومدرب مدربين ذوي احتياجات خاصه.